فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة. إن مرض المتلازمة الكلوية الذي يصيب الأطفال عادة هناك نصائح محددة حين يتم التشخيص، وهو أولا أن لا يتم إطعام الطفل الكثير من الملح أو الأكل الذي به كثير من الملح، لأن أخذ كميات كبيرة من الملح تؤدي إلى ارتجاع المياه في الجسم وزيادة الانتفاخات وربما زيادة في الضغط. وهنا الطبيب قد يضطر إلى استخدام بعض المدرات البولية لإنقاص الوزن وتخفيف من ارتفاع الضغط إذا تم لا سمح الله. أيضا هذه الحالة من المهم أن نعرف أنها قد تتكرر مثل الرشح، أي الزكام الذي يصيب الإنسان، فمتى ما اختفت الأعراض قد تعود مرة أخرى بعد مرور شهرين أو 3 شهور، وهذا لا يجعلنا ننزعج من الحالة، لأن من فضل الله من الحالات التي تستجيب للعلاج بشكل كبير جدا. وعليه فلا بد أن يكون لدينا التفاهم الكامل لهذه الحالة وعدم التسرع والانزعاج من هذا التشخيص. فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة.